مشاهدينا الكرام، أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج مراسلون الذي نأخذكم فيه في جولة بين التقارير التي أعدها زملاء مراسلو أكسترا نيوز خلال الأسبوع الماضي وكواليس صناعة هذه التقارير. البداية مع الحدث الذي انتظره الكثيرون بعد قرار تأجيله، وهو عودة صلاة القداس ضمن قرار الفتح التدريجي للكنائس. الزميلة سارية ياسين أعدت هذا التقرير، حيث حضرت صلاة القداس بكنيسة السيدة العذراء مريم بمصرة بمنطقة شبرا، ورصدت بهجة المصلين بعودة القداس الذي تزامن معه اتباع لمعايير السلامة للحد من انتشار عدوى فيروس كورونا. نتابع. أشهر دامت على توقف صلاة القداس بالكنائس المصرية ضمن إجراءات عديدة اتخذتها الدولة لوقاية المواطنين من خطر جائحة كورونا، واليوم وهنا في كنيسة السيدة العذراء مريم بمسرة في القاهرة تستأنف الكنيسة صلاة القداس مرة جديدة ضمن قرار الفتح التدريجي للكنائس. الشعب يرجع لكنيسته ويحضر القداس في كنيسته، ده عيد، وبرضه ده تزامن مع آخر يوم في عيد الأضحى المبارك. يعني بنقول ان احنا طول عمر مصر يعني كتلة واحدة ونسيج واحد، حتى شاءت الظروف يكون عيدين في نفس اليوم اهو، فاحنا بننتهز فرصة وهني اخواتنا المسلمين بعيد الاضحى المبارك. احنا بالنسبة لنا في الكنيسة تواصلنا مع الشعب الفترة اللي فاتت دي عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي، كان موقع على النت وكده، وحجزنا لهم يحضروا القداسات اتباع الاجراءات الرسمة، ان يكون كل واحد قاعد في دكة لوحده، بيكون هو داخل من بره يتقاسل الحراره، تعقم بالكهول ورجله تعقم بالكلور، يخش الكنيسه في اماكن معينه محطين له على الارض علامات معينه يقف عندها عشان نحافظ على التباعد الاجتماعي. داخل الكنيسه وخارجها اجراءات عديده تتخذ للحفاظ على مسافات التباعد الاجتماعي وللتاكد من وجود الادوات الوقائيه بجانب عمليات تعقيم مستمره. كما أصبح حضور القداس مشروطاً بالتسجيل على التطبيقات الإلكترونية الخاصة بالكنائس ضمن إجراءات تحديد أعداد الحضور. انبساط وفرح كده داخلي مش محدش هيحس بيه فعلاً. قدمت إزاي؟ أنا أصلاً من الكنيسة، من كشافة الكنيسة. بيعملوا كده زي أبليكيشن على النت، بتخشي تكتبي البيانات بتاعتك وبيدوكي ميعاد. يعني النهاردة أنا وأختي وماما، أختي الثالثة ما لحقتش الميعاد دوت، هتاخد الميعاد اللي بعده، فهم منظمينها كده. حتى جوه الكنيسة كل حد في سبيس ما بينه كبير قوي. استعداد كويس عن طريق النت، برنامج بينزل بنسجل فيه كل حاجة، بياناتنا، وبنسجل الدخول ازاي بالرقم القومي، وكل واحد بيخش في دوره. لو مشينا على النمط دون بأعداد معينة اللي بتحضر بالترتيب اللي هو عاملينه الكنيسة عاملاه والتجزئة اللي عاملاها للشعب، انا بيتهيالي هتبقى يعني ايه مؤقتا هتبقى كويسه لغايه ما الموضوع ده ينتهي خالص. 3 أغسطس يوم عوده الفرح مره اخرى، هكذا يقول المصلون الذين لم يتمكنوا من التواجد في الكنائس منذ اكثر من 4 أشهر. ورغم تعليق خدمه مدارس الاحد وكافه الاجتماعات والانشطه الخدميه، تبقى الخطوه الاولى لعوده الصلوات في الكنائس عيدا للمصلين. معايير السلامة والوقاية اسم يتردد ليس فقط مع فيروس كورونا، ولكن أيضا مع أحمد عبد السلام ذلك الغواص المحترف الذي كشف لنا زميلنا حلمي ياسين أسرار مهنته التي لا يعرف عنها الكثيرون، ولكننا سنتعرف عليها في هذا التقرير. نتابع. ليس كل من يغطس تحت الماء يستمتع بمناظر الأسماك الملونة والشعاب المرجانية، فهناك من يغطس لينقذ غريق أو يصلح عطف في مركب قد يكون سبباً في غرقه. مهنة شاقة اختارها أحمد عبد السلام في مرفأ قرية عزبة البرج بدمياط كواحدة من المهن التي تخدم أكبر أسطول صيد في مصر. بنصلح تفاصيل المراكب، بنمسح، بننظف المراكب من تحت عشان تقدر تمشي. مراكب فيها قراميص اللي هو الاسطوبة اللي هو الفط المفروض بيعمله على البار، بيجيب ميه، بنعمل له عمليه انقاذ سريع عشان يقدر يسرح او يقدر يطلع او يقدر ان هو ما يغرقش كمان. بنعمل كمان يعني زي ما انتم شفتوا حضراتكم رفافيص، كنا رفاص كبير زي ده، المركب ده بيسافر بره مصر بنصلح له رفاصه. في وقت الغرق بيجي ينقذ الناس، وفي وقت الشده بيجي في اي وقت، بالليل بالنهار
بنطلبهم بالليل بالنهار بينزل في مراكب غرقانه بينزل يصبنها ويطلعها، وفي نفس الوقت عنده عطل في الرفاص او عطل في العمود او عطل خارجي في السفينه بينزل في اي وقت يعمله، ما بيتاخرش بالليل او بالنهار. مع صعوبة المهام المحملة على الغواصين بات من الصعب الاعتماد على التنفس الحر، ما جعلهم يلجؤون إلى لانش يحمل أدوات العمل كأنابيب الأكسجين والحبال والسلاسل الحديدية، وأحيانا يحتاج بعض الغواصين إلى مساعدين حال فك وتركيب رفاص ضخم لسفينة أو إنقاذ غريق أو انتشال مركب. شغل مساعد غطاس هو لازم يكون له مساعد هنا في عشان يناولوا المعدات، في شغل اللي هو القاطع والرفيس والحاجات دي لازم ان يكون في واحد بيساعده بيناوله لان المعدات دي تقيله. ناس بيمتهنوا مهنه الغطس على مستوى عالي من الخدمه والحرفيه اللي اكتسبوها من البحريه، وبقى في مراكز صيانه وعملوها مصدر رزق، بحيث ان هو دلوقتي بيوفر لصاحب المركب مصاريف تطليع المركب وصيانته عندما يحصل حوادث، عند يكون بيغرق بيروح ينقذه، في مشكله في ريشه المركب بيصلحها، وبيوفر على صاحب المركب مصاريف كثيره وهو بياخد فاتحها كباب رزق ومتعايش منه. مغامرة محفوفة بالمخاطر يعيشها الغواصون يوميا، فهم يسابقون الزمن لإنجاز المطلوب منهم تحت الماء، والتي تحتاج إلى قدرة على ابتكار حلول سريعة أثناء العمل ومهارة خاصة تجعل من الغواص شخصا مطلوبا على وجه السرعة لدى أصحاب مراكب الصيد. ومن دمياط إلى ألمانيا التي يمكنك الآن أن تستمتع فيها بطبق كشري أو فتة مصرية في أحد المطاعم التي قرر شاب ألماني عاش في مصر لسنوات طويلة أن يحقق حلمه بافتتاحه. مراسلنا في ألمانيا عربي مرزوق رصد لنا في قصة هذا المطعم وصاحبه وأبرز الوجبات في هذا التقرير، والذي قرأه الزميل محمد حداد. نتابع. في العاصمة الألمانية برلين وتحديدا في حي شارلتبرغ تفوح رائحة أشهر الوجبات الشعبية المصرية التي جذبت العديد من الرواد والزبائن. الكشري بمذاقه الفريد وجبة مصرية نقلها ميشائيل لاندك إلى برلين بعدما حقق حلمه بفتح مطعم خاص بالمأكولات الشرقية، بعدما عاش في مصر 19 عاما وتزوج فيها قبل أن يعود إلى بلاده في عام 2011. أنا جيت مصر كان عندي 13 سنة، أنا جيت مع الآلة عشان شغل والدي، وبعدين أنا كنت في المدرسة الألمانية، كملت مدرسة، رحت الجامعة الأمريكية، كملت دراسة هنا، رجعت تاني واشتغلت في الماركتينج وبي آر 10 سنين في مصر. تضم قائمة الطعام إلى جانب الكشري العديد من الوجبات مثل الحواوشي والفتة والمأكولات المشهورة في شمال أفريقيا. وبحسب لاندك فهو يسعى جاهدا لأن تمتاز هذه الوجبات بنكهات مصرية بعدما لاقت رواجا بين الزبائن. أكلت اليوم فتة مع بطاطس والمذاق كان جيدا، أمر يستحق الإشادة أن يكون هناك مطعما مصريا في الحي إلى جانب المطاعم اللبنانية. ولم يكتفي لاندك بنقل المأكولات المصرية إلى برلين، بل اعتمد في مطعمه على الديكورات والأثاث المصري بعد أن استورده بالكامل، كما اعتمد على طباخ مصري لمساعدته في المطعم على إعداد مأكولات مستمدة من التراث والنكهة المصرية الأصيلة. ومع نجاح مشروعه يخطط لاندك إلى افتتاح فرع ثان في برلين ليكون وجها آخر لنشر الثقافة المصرية في أوروبا. من وجبات شرقية دسمة إلى طعام إفطار صحية وهدايا قامت بتوزيعها الشركة الوطنية للطرق على طريق القاهرة السويس الصحراوي بمناسبة عيد الأضحى المبارك. الزميل كريم رجب كان على الطريق مع فريق العمل ليعد هذا التقرير، والذي نقل لنا فيه أجواء الاحتفال وردود أفعال المواطنين بعدما شهده طريق السويس مؤخرا من أعمال تطوير. نتابع. هذا هو طريق القاهرة السويس الصحراوي، وهؤلاء هم طاقم العمل التابع للشركة الوطنية للطرق
أما هنا تجرى عملية إعداد وجبات الإفطار وتجهيز بعض الهدايا والأعلام لتوزيعها على رواد الطريق بمناسبة عيد الأضحى المبارك. كل سنة وكل مناسبة الحمد لله الشركة الوطنية بتقدم هدايا بسيطة للسادة مرتاد الطريق، وبتقدم وجبات سريعة للسادة المسافرين. ومن على بوابة السويس، البوابة النهاردة لو اتكلمنا على بوابة السويس، البوابة بتتكون من 42 حارة النهاردة، 21 حارة في كل اتجاه، ودوت رقم كبير جدا بالنسبة للبوابات على مستوى العالم كله. عبور البوابة النهاردة لا يتعدى من 3 إلى 5 ثانية. البوابة مجهزة بأحدث الأجهزة. أجواء الاحتفال أيضا امتدت لتشمل بث تكبيرات العيد وبعض الأغاني المرتبطة بهذه المناسبة عبر مكبرات الصوت، الأمر الذي أثار بهجة بين المارين هنا. هي دي حاجة جميلة جدا من الشركة الوطنية، ان هي دايما احنا بتبقى معانا على الطريق، يعني بالنسبة للطرق والأعياد والحفلات بنشوف منهم دايما، بنلتمس منهم حاجات كويسة جدا. يعني شايف ان في تطورات بتحصل على الارض وانجازات بتحصل؟ بقى طبعا افضل دلوقتي الطريق الجديد اللي عملوه ده، طبعا بقى فرق جديد في الاضاءه، في الاتساع، في كل حاجه. بقى من الاول انا ساكنه بقى لي فتره كبيره جدا، الطريق ده كان بيبقى ضلمه جدا، كنا بنخاف نرجع فيه بالليل اصلا، بنحاول ما نتاخرش. بقول ان دي مبادره بسيطه من ضمن الحاجات الكبيره اللي هي بتعملها لنا، يعني المهم انها عايزه غرضها الوحيد انها تبسط الناس. يعني دي طبعا حاجه لطيفه يعني منهم، يعني طبعا بيعيدوا مع الناس، يعني حاسين بسونا بالعيد، احنا مش حاسين. انا حسيت دلوقتي. وشهد طريق السويس مؤخرا اعمال تطوير مكثفه اسهمت في تخفيف وطأة التجدس المروري وتحسين الصوره الجماليه للطريق، وهو ما اشاد به المواطنون. احنا ما بنسيبش الشعب المصري في اي مناسبه متواجدين معاه. النهارده زي ما حضرتك شايف عيد الاضحى المبارك، وشايف احنا بنعمل ايه مع الجمهور. الناس بتقدم لها وجبه افطار محترمه، بتقدم لها هدايا للناس الكبار وللاطفال، واحنا موجودين بندي بهجه للشعب المصري. ومنذ عام 2014 استطاعت الدوله انجاز العديد من المشروعات الضخمه في مجال الطرق لتتغير معها وجه الخريطه الاستثماريه في مصر. النقلة التي تشهدها مصر في ملف الطرق يتزامن معها نقلة أيضا في السكك الحديدية التي شهدت منذ أيام انطلاق قطارات جديدة ضمن 38 قطارا روسي الصنع في إطار خطة تخدم المستخدمين. الزميل محمد أبو عيطة كان متواجدا في محطة مصر ليرصد بدء تشغيل القطارات وطرق شراء التذاكر والإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا. نتابع. من محطة مصر تستعد هذه القطارات الثلاثة للانطلاق. هي باكورة تشغيل 38 قطارا روسي الصنع تضيفها هيئة السكة الحديد في إطار خطتها التي شملت ضم جرارات وعربات تخدم مختلف الفئات وتستوعب مزيدا من الركاب، ويأتي تشغيلها لتخدم في عطلة عيد الأضحى التي عادة ما تشهد طلبا متزايدا على السفر بالقطار. عندنا النهاردة في 38 قطار إضافة على خطوط الشبكة من القطارات اللي هي المطورة والقطارات المعاد تأهيلها والقطارات الجديدة اللي هي القطارات الوردة من شركة ترانس ماش الروسية المجرية، بالإضافة إلى الجرارات اللي هي الوردة من شركة جنرال إلكتريك الأمريكية. زي ما أنت شايف طبعا في قطار متجه الساعة 8:10 لمحافظة إسكندرية عن طريق محطات الوجه البحري، وعندنا إن شاء الله قطار متجه إلى محافظة أسيوط عن طريق خط القاهرة أسوان، وفي قطار الساعة 6 صباحا من هذا النوع من العربات أمل محافظة سوهاج عن طريق برضو خط القاهرة أسوان. وحددت الهيئة مواعيدا لحجز القطارات الإضافية ليقتصر شراء التذكرة على يوم واحد قبل موعد انطلاق القطار قطعا للطريق على السوق السوداء، مناشدة المواطنين بالحفاظ على القطارات باعتبارها ملكية عامة للمصريين كافة. هو بصراحة أنا اللي أنا شايفه الوضع كويس جدا ونظيف وحاجة كويسة، ونتمنى إن هو إيه يستمر بالنظافة دي. القطار الحمد لله كويس، وبس يعني الناس تبقى يعني نحافظ عليه، وإحنا كلنا القطر ده ملك لينا إحنا، مش ملك للدولة، ملك ليا وليك وده ولده 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 ولأخويا ولأختي، فإحنا لازم نحافظ على هذا القطر. خطة الاستعداد للعيد شملت إعلانا لحالة الطوارئ وتكثيفا لتواجد موظفي الهيئة وتجهيزا شاملا للمحطات، فضلا عن الدفع بعشرات القطارات المميزة ليبلغ إجمالي المقاعد المتاحة حتى 11 من أغسطس نحو 140 ألفا على مختلف الخطوط. قدرنا نستعد ب 78 قطر
مكيف أسباني بحوالي 20,000 مقعد للعمل خلال العيد من 25/7 ل 11/8. استعدينا ب 76 قطر مميز يقدم أو يوفر 80,000 مقعد. استعدينا بقطارات للنوبة 10 قطارات توفر 10,000 مقعد. استعدينا ب 180 عربية علاوة هتشتغل على القطارات في هذه الفترة هتوفر 10,000 مقعد، غير الاستعدادات من تعقيم وتطهير العربات والجرارات والمحطات. والتزاما منها بالإجراءات الاحترازية تكثف الهيئة من عمليات تعقيم القطارات والتزام قواعد الوقاية على منافذ التذاكر، فضلا عن إلزام جميع الركاب بارتداء الكمامة. للمزيد عن تجربة القطارات الروسية بينضم معنا من الاستوديو الزميل محمد أبو عيطة. أهلا بك في استوديو أكسترا نيوز. تحياتي شيرين، أهلا بك. أهلا بك. يعني وجودنا كمراسلين في قلب الحدث بيتاح لنا ان احنا نجرب حاجات ربما مش هتتاح لنا في الايام العاديه. تجربتك ايه مع القطارات الروسيه؟ انت ركبتها؟ صحيح. ايه رايك فيها؟ بصي، هو فعلا وانا في الكواليس بتاعه العمل كمان بالاضافه للقطارات او اللقاءات اللي عملتها جوه القطار، حبيت ان انا اجرب واحده من العربات وتحديدا قطارات الدرجه الثالثه وعربات الدرجه الثالثه، لان انت عارفه انه العربات الدرجه الثانيه والاولى المكيفه معروف او متوقع قد ايه هي بتكون منظمه وقد ايه بيكون الموجودين فيها في اهتمام من الهيئه وكده. فانا جربت الحقيقه يعني اشوف العربات الدرجه الثالثه، لان كمان الجديد فيها السنه دي ان هم قالوا الشركه الروسيه المصنعه قالت ان دي التهويه بتاعتها هيدروليك، يعني فيها تهويه تماثل تقريبا التكييف وان كان مش تكييف. فالحقيقه انبهرت بشكل العربيه من جوه، رائعه جدا، الكرسي مريح جدا جدا، كانك راكبه بالظبط لو جربتي عربيات الدرجه الثانيه المكيفه زي ما انت شايفه دلوقتي على الشاشه. بصي يعني الكرسي عريض وطويل جدا بحيث ان انت حتى لو الراكب عايز ينام او يرتاح شويه في اثناء رحلته لو كانت طويله هيقدر يعمل ده. كمان المراوح لو تاخدي بالك، بصي في السقف فوق في مراوح كده، المراوح دي هيدروليك ما بتشتغلش بكهرباء لكن بتشتغل مع حركه القطار، وبالتالي وكمان متوزعه في كل العربيه. لا العربيه رائعه بصراحه وهتعمل فرق كبير جدا في عربيات الدرجه الثالثه، واعتقد ان هي يعني هتعمل فرق مع المواطن والمواطن هيدور عليها الفتره اللي جايه، لان كده كده غالبا هتبقى سعرها اقل من المكيفه الثانيه والاولى. انا بشكرك جدا زميلنا محمد أبو عيطة على هذه المداخله. الى هنا تكون قد انتهت حلقتنا لهذا الاسبوع من مراسلون، كنت معكم شيرين مجدي، على موعد في الاسبوع المقبل مع تقارير جديده وزميل اخر. شكرا لحسن المتابعه. We'll be right back.